بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي خط أحمر، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، ومعكم محمد موسى. هبدأ حلقة النهاردة بأهم 8 رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي من إريتريا. من إريتريا 8 رسائل رئاسية حاسمة لدعم الصومال ووقف الحرب في السودان وأمن البحر الأحمر. أمس عقدت قمة ثلاثية بين قادة مصر والصومال وإريتريا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود رئيس الصومال والرئيس الإريتري أسياس فوركي، وكان الكلام ده في العاصمة أسمرة، وصدر بيان مشترك من الرؤساء الثلاثة. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين القادة الثلاثة، وكان الحقيقة هذا الخطاب الرئاسي القاطع الحاسم يتضمن 8 رسائل، تعالوا نستعرضهم مع الخبير السياسي الأستاذ الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك، اهلا وسهلا، تحياتي. اهلا بك يا فندم وكل التحيه. امس اجتماع ثلاثي وقمه ثلاثيه بين الرئيس المصري والرئيس الاريتري والرئيس الصومالي، والحقيقه كانت هناك تصريحات هامه للرئيس عبد الفتاح السيسي، او كانت هناك 8 رسائل. كان اولها اهميه تطوير وتعزيز العلاقات لمواجهه تحديات مشتركه في القرن الافريقي والبحر الاحمر للاستفاده من القدرات المتوافره لدى هذه الدول. يعني خلينا اقول لك التقدير الكامل لكل هذا الطرح. هذا الاجتماع الثلاثي هو اجتماع جو استراتيجي في المقام الاول. ليه؟ لان لما بتكلم عن اريتريا وبتكلم عن الصومال وبتكلم عن مصر، يبقى بنتكلم بين هلالين عن اثيوبيا وصد النهضة. احنا عارفين ان اريتريا كانت هناك اتحاد فيدرالي بينها وبين اثيوبيا من 52 ل 62، ثم انفصلت عنها ودخلت جبهة التحرير الاريترية في معارك مع الجانب الاثيوبي لمدة 30 سنة لغاية سنة 91. نالت اريتريا استقلالها، دخلت جامعة الدول العربية بصفة مراقب، احدى دول الكوميسا، السوق المشتركة لدول الكوميسا جزء كبير جدا موجود في اريتريا. الجزء الثاني الصومال، الصومال علاقة مهمة وبعد مهم جدا مع الصومال، باعتبار الصومال واريتريا لهم شريط ساحلي على البحر الاحمر. صحيح. وصعب جدا انك انت تتحدث عن امن البحر الاحمر دون ان يكون هناك حديث مع الجانب الصومالي والجانب الاريتري. الجانب الاثيوبي اللي طمع في شكل من اشكال الوجود على البحر الاحمر وراح ابرم اتفاقيه مع ما يسمى بجمهوريه ارض الصومال لكي يسمح له بجاب على البحر الاحمر، مساله مرفوضه ثلاثيا، مرفوضه اريتريا صوماليا مصريا، وقانون دولي كمان يرفض ذلك. يعني نعم، وقانون دولي هذا امر. الامر التالي، وده امر في غايه الاهميه، ان الجانب الاثيوبي بدأ يتعنت عناد اسرائيلي فيما هو مرتبط بالحقوق التاريخية لمصر وسد النهضة. ومن الاهمية للجانب الاثيوبي ان يدرك حجم وثقل وقوة مصر ليس على مستوى العالم العربي ولكن على مستوى الساحل الافريقي. ونحن وعلى مستوى دولة افريقية، دولة عربية افريقية. نعم، ومن هنا كان استراتيجية هذا الاجتماع الثلاثي اللي طيب. عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الاثيوبي. تاني رساله في خطاب الرئيس السيسي في كلمته امام في هذه القمه، تبادل الرؤى تجاه التصدي لمخططات وتحركات بتستهدف زعزعه الاستقرار وتفكيك دول المنطقه. انت هنا يعني حضرتك جاوبت على جزء منها اللي هو التفكك او السعي من الجانب الاثيوبي لتفكيك الصومال. السعي من الجانب الاثيوبي لتفكيك الصومال، والسعي من الجانب الاثيوبي لارتباط بقوه هي في حاله عداء مع الجانب العربي، والسعي للجانب الاثيوبي لانكار الحقوق التاريخيه لمصر والسودان، والسعي للجانب الاثيوبي اللي ما عندوش مشكله ان يخلق توتر عسكري مع الجانب الصومالي، ودي مشكله مع الجانب الاثيوبي. يعني ودي مساله انا متصور هي الرساله الاهم كانت راحه في هذا الاتجاه، ومتصور ان الرساله وصلت يقينا الى الجانب الاثيوبي. عليها ان يدرك خطوره تحركاته، وعليها ان يدرك حجم وقوه مصر، وانه مستحيل ان تفرط في متر ميه واحد
ومستحيل لمصر أن تترك هذه الدول اللي مرتبطة بالاتحاد الأفريقي ولها صفة مراكز في الجانب العربي أن ينفرد بها الجانب الأثيوبي أو يفرض سيطرته عليه. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تحدث عن اتفاق أو اتفاق الدول هذه القمة مصر الصومال إريتريا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء السودان في أقرب وقت وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته. وأيضا تحدث الرئيس عن استعادة الأمن والأمان في الصومال بواسطة جيشه الوطني، وحط هنا 100 خط أحمر. صحيح. شوف هقول لك حاجة، أي رسائل طالعة للجانب السوداني أو الجانب الليبي أو حتى الجانب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن تظل النقطة الأهم هو هذا الاستفزاز الأثيوبي الموجود في هذه المنطقة وقدرة الدول الثلاث على إيقافه. دي النقطة المفصلية أستاذ محمد، عشان نبقى حاطين نفسنا على المفصل في هذا الموضوع. صحيح. كيف يتم وقف هذا العناد الأثيوبي، وكيف يكون هناك رادع بأنه ابتزاز أثيوبي لأي من أريتريا أو أي من الصومال مع عناده في الجانب الخاص بسد النهضة غير مقبول مصريا، وأنه عليها أن يحتاط لذلك. أشكرك جدا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. هنروح دي ال